تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم واقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. إذن هذه ساعة إذاعية مليئة إن شاء الله بالمعلومة التي سوف تفيدكم، وسوف يعني نحاول من خلالها أن نصل معكم إلى نمط حياة صحي يقينا من الأمراض. طاقم البرنامج معنا اليوم في التنسيق ميرا الغفلي، صبحت الله بالخير ميرا، وأيضا عيسى سبيل، ويلكم باك عيسى، راجع توا من الإجازة، كان سافر ما شاء الله جورجيا مثل ما قالكم ابو عمر زين وراد ما شاء الله فرش. صبحك الله بالخير دكتورة لدى الملة. صبحك الله بالنور والسرور في يوم الأحد اللي يحبه كل أحد، أول يوم في الأسبوع ندخل بطاقة إيجابية وبروح إيجابية عشان نكمل معانا الأسبوع بشكل سلس وجميل. تحية لكل الناس المداومة اليوم ونقول لهم يعطيكم ألف عافية. أذكركم بأرقام التواصل على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي وهيئة الصحة بدبي على الإنستغرام. إذن هذه أيضا تحية لكل المنضمين معانا عبر الإنستغرام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. إذن مثل ما ذكرنا أرقام التواصل معنا قالت الدكتورة ندى، لكن اللي حاب يتواصل معنا عبر رسائل النصية على 4006. مداخلاتكم تثري البرنامج مستمعينا، فاللي حاب يتواصل معنا بعد كذلك عندكم الوقت الحين تتصلون فينا على 600-55-1414. لا تتصلوا آخر البرنامج آخر خمس دقائق ما يكون عندنا وقت حتى نجاوب على الأسئلة بشكل كامل. إنزين اليوم يعني الخبر اللي ما نتكلم عنها والدراسة اللي ما نتكلم عنها اللي هي في دراسة طبية حديثة توصي الأطباء في أقسام الطوارئ بأهمية ممارستهم لألعاب الفيديو لدورها في تعزيز آلية سرعة اتخاذ القرار لديهم، وهي خاصية هي الخاصية الحيوية التي يحتاجونها بشدة في غرف الطوارئ. إنزين وقالت الدكتورة ديبيكا موهان أستاذ مساعد طب وجراحة الرعاية الحرجة، يجب على الأطباء اتخاذ القرارات السريعة بدون معلومات منقوصة، مضيفة أنه في كل عام تحدث 30,000 حالة وفاة يمكن تجنبها، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن المرضى الذين يعانون من إصابات خطيرة لا يتم نقلهم إلى المستشفى فورا. كما وجد الباحثون أن لعب ساعة واحدة من ألعاب الفيديو أسهم في تحسين قدرة الأطباء في أقسام الطوارئ على مدار 6 أشهر في سرعة اتخاذ القرارات الطبية السليمة في التوقيت اللازم. وقد وجدت الدراسة التي أجريت في كلية الطب بجامعة بيتسبرج الأمريكية أن ألعاب الفيديو تعمل على تحسين قدرة الأطباء خاصة أطباء أقسام الطوارئ لتقييم مستوى الرعاية التي يحتاجها المرضى مرضى الصدمات النفسية. أوكي الحين أول شيء نحن قبل نتكلم عن هذه الدراسة دكتور، أنا أبغى أوضح مسألة أن في أقسام الطوارئ عندنا في هيئة الصحة بدبي عموما في بروتوكول معمول به أن الحالة لما تصل هنالك لجنة كوميتي من مختلف التخصصات
يعني إذا كانت الحالة يعني إصابتها بليغة أو شيء يتم يعني كل المتخصصين أو الاستشاريين في هذا المجال بتحليل وتقييم الحالة بشكل كبير، ويتم حتى أخذ الصور، صور الأشعة من الطوارئ. أظني عندنا MRI هناك في الطوارئ دايركتلي، على أساس أنه ما يتم نقل المريض لمكان ثاني ويردونه، لا، يتم العملية بشكل سريع. صحيح، في حالات البوليتروما أو الإصابات المتعددة تتطلب أكثر من تشخيص، أكثر من تخصص يكون موجود. جميل. الحين هذه الدراسة تتكلم عن أن هاي الألعاب، ألعاب الفيديو، تعزز عملية اتخاذ القرار عند الأطباء. ساعة واحدة ممكن تعزز. نحن أسبوع اللي طاف كنا نتكلم عن ألعاب الفيديو ومدى ضررها الكبير على الأطفال. الحين هذه دراسة يعني ما بقول مناقضة، ولكنها تعطي مؤشر آخر أن ألعاب الفيديو ممكن تعزز عملية سرعة اتخاذ القرار عندك. بس هي ساعة، يعني هي ساعة واحدة فقط خلال اليوم. وإحنا طبعا يمكن قلنا دراسة القبلية محمود على الأطفال أن تكون ساعات مفتوحة يعني أكثر من ساعتين في اليوم، بس هاي ساعة واحدة. الفكرة منها ليش تعزز اتخاذ القرار؟ في ألعاب الفيديو يستوي شيء اسمه coordination. شو يعني coordination؟ أن أنت أن عقلك يستوي يربط، ينسق ما بين أيوة تنسيق ما بين حركة العين اللي أنت تشوفه على الشاشة وحركة إيدك وأنت ماسك الريموت كنترول هذا. على فكرة محمود، شو اللي حين تلعبونه أنتوا؟ أحدث جهاز الفيديو تلعبونه الحين بلاي ستيشن ولا شو استوى الحين؟ والله أنا من زمان ما لعبت. أنا محمود ما الأول يعني، بس إذا تبونه والله. أنا لأن وصلت لين بلاي ستيشن 3 وقفت. أنا بعدني عنوان النينتندو أنا واقفة. زين. نزل فور. يقول فور. عيسى مواكب. فأعتقد هذا ممكن خلي مثل ممكن مثلاً أقسام الطوارئ، ممكن حتى مثلاً الغرفة صغيرة للأطباء كساعة خلال يوم يروحون من نفسهم. بيشتكون عليكم العملاء، بيطلعون الأطباء يلعبون جيم ومدرين المرضى. شو نسمع يعني فيهم؟ نقول بعمر. خلينا ناخذ ابو عمر، ما طالع شو رايه. ابو عمر صبحك الله بالخير. ابو عبيد، عفوا ابو عبيد. صباح الورد ابو عبيد. لان توني مسلم على ابو عمر فكان في مخي. صبحك الله بالخير ابو عبيد. صبحك الله بالنور يا اخوي، ايش حالك؟ الله يسلمك طول عمرك. هلا تفضل اخوي ابو عبيد. والله انا حبيت اشارككم في موضوع. تفضل. اللي هو موضوع الايجابيه. نعم. والله هي الايجابيه موجوده. والواحد يحاول على قد ما يقدر يخليها موجودة. لكن الواحد يوم طحت الزحمة هالإيجابية هاي يسوي لها دليل. استغفر الله. تعرف شو خذلك هذا الجهاز مال الاستغفار هذا اللي خاتم التسبيح. هي خاتم التسبيح. هذا عندي. وايد بيساعد. يخلصه كله في الزحمة. وبعدين سبحان الله يفتح لك الطريق. عندي، لكن بعض الأحيان في مواقف في الشارع لو مو تسبيح لو تنزل تصلي يا أخوي ما يصير. يعني اليوم لدى المدارس بادية. اليوم فعلا زحمة صراحة. أيه. اليوم زحمة عشان المدارس كلها رجعت يعني الدوامات. الله يعيننا والله. الله يعين على الزحمة صدق. أبو عبيد، أنا دائما أقول يعني المكان جميل أنك أنت يوم تطيح في زحمة تتأمل أشياء ثانية، تيك أفكار وايد. إنزين، ولا تستعجل، الدنيا ما بطايرة. بتأخر على الدوام 10 دقائق، ربع ساعة، ما مشكلة. قول حق دوامك خلي يكلمون محمود. لا عوضها، لأن في النهاية يعني التعوض، بس إن الواحد يطلع من وقت. لكن الدنيا ما بطل يعني، يسرع ولا يلفلف على الناس. وأحين بخبرك إن شاء الله يوم بتسكر بتكلم عن قاعدة 90-10. بتكلم عنها وبخبرك هذه في شوت فيدك. تفضل أبو عبيد. لا هي تعرف شو الغالي، هي مش حيث إن أنا أطلع متأخر وغيره. لكن ما شاء الله، أول شيء قبل لا أقول شيء، مع احترامي لجميع الجنسيات طبعا بدون استثناء، لكن في جنسيه معروفه هي ما شاء الله عليهم في الشارع تفاحين اخوي. ابو عبيد، عموما رسالتك واصله، نتمنى لك ان شاء الله يعني السلامه. انا بطلع فاصل. زين، سامحنا عادة. شكرا لك. شكرا لك. بعد الفاصل بتكلم عن هذه القاعدة 90-10 إن شاء الله. لكن نطلع فاصل، بعدين عندنا كذلك بيكونوا معانا مجموعة من الضيوف بنتكلم عن موضوع مهم جدا اللي هو منتدى دبي الصحي 2018. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. ساعة
سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اذاعتكم المميزه دائما اذاعه نور دبي. اذا ارقام التواصل معنا دكتوره، ذكركم فيها على 600551414 ورسائل النصيه على 4006، وموجودين لايف على نور دبي وهيئه الصحه بدبي على الانستغرام. طيب عبيد، كلمنا قبل الفاصل على موضوع دكتوره، كنا نتكلم نحن اصلا عن دراسه ودخل في موضوع اخر، لكن الايجابيه هني كنت ابغي اذكر قاعده 90-10. القاعده هذه يمكن معظم الناس يمكن ما يعرفونها، لكن في ناس كثيرين يطبقونها في حياتهم بشكل او باخر. هذه القاعده شو تفيد دكتوره؟ يقول لك يعني تخيلي انت عندك برزنتيشن باكر، او انا عندي برزنتيشن باكر بقدمه، هذا العرض يعني على مشروع كبير بقدمه قدام المدير العام، يعتمد عليه مستقبلي الوظيفي، ترقيتي كذا. فقمت الصباح مجهز كندورتي الجديدة هذه والغترة الزينة، نزلت اتريق ويا عيالي النعال البجوتي انا زين انت بكرامه. عموما نزلت بتريق ويا حرمتي وعيالي. قامت بنتي تبغي تاخذ نوتيلا من هاي الطاوله، كانت تقوم وتصب القهوه علي. قمت انا صرخت عليها. قامت حرمتي على الصبح ليش صرخ من الصبح؟ وما ادري كذا المهم استوت مشكله. قمت صرت بدلت كندورتي ونزلت وانا معصب، شليت عيالي وديتهم المدرسه وانا معصب، وانا في الطريق وقفني الشرطي خالفني زين، فوق ما هذا اخرني زياده، ليه ما فريت العيال؟ وصلت المكتب انا متاخر، وصرت بقدم البرزنتيشن قدمنا وانا نفسيتك تعبانه بعد الاسبوع معصب ان شو هاليوم اللي كله مشاكل وكله هذا. طيب الحين السيناريو الثاني شو يقول لك؟ يقول صبت بنتي القهوه انزين، قمت انا ما علي حبيبتي ما صار شيء، بهدوء طلعت غيرت كندورتي، نزلت خدت عيالي، صرت وصلتهم المدرسه، وصلت 5 دقائق متاخر عن الدوام انزين، قدمت البرزنتيشن، الناس استانسوا على المشروع وكذا وهذا، وخدت الترقيه مالتي. ممتاز. 10% اللي انا ما املكها اللي هي صبت القهوه مالت بنتي. صح. 90% اللي هو ردة فعلك. ردة فعلي انا. ممتاز صح. هني انا اتحكم فيها، انا اللي اوجه المعطيات هذه اللي للجانب اللي انا ابغيه. فهذه يعني لب الايجابيه، انك انت صحيح. كيف تستغل هذه الـ ما بقول المشاكل، ولكن التحديات اللي تصادفك في حياتك في اشياء انت ما تملك فيها خيارات زين، مثل ما يقول ابو عبيد ان الزحمه يت ولا كذا، لا انت تحورها مثل ما انت تبغي. فهذه 90% اللي انت تمتلك الخيار فيها. عموما طبعا اليوم ما شاء الله يعني برنامجنا تحول برنامج في الطاقه الايجابيه، ولكن الطاقه الايجابيه دكتوره بعد تساعد في صحه الانسان. اكيد هي اساس صحه الانسان في وجهه نظري المتواضعه ان تكون طاقته ايجابيه. وبما نتكلم عن الصحه وصحتكم، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تنطلق غدا الاثنين بفندق مدينة جميرة فعاليات منتدى دبي الصحي بمشاركة نخبة من الخبراء والأطباء والمسؤولين وصناع القرار في مختلف المؤسسات الصحية المحلية والإقليمية والعالمية. بنتكلم على منتدى دبي الصحي، أهميته والمحاور اللي بناقشها. معانا في الاستوديو دكتور محمد رضا مدير المكتب التنظيمي بهيئة الصحة بدبي، والأستاذ أمان الجسمي مدير إدارة تقنية المعلومات بهيئة الصحة بدبي. صباحكم ورد وحياكم الله في الاستوديو. صباح النور والسرور. انزين أنتوا 10% لأن احنا بناكم الاستوديو اللي ما تتحكمون فيها. 90% علينا. كلكم متحكمين بوقتنا. انزين مطلب أنت تعدلين المايك أختي أماني، مشكورة. طيب دكتور، منتدى دبي الصحي يعني هذه الدورة الثانية لهذا المنتدى، واحد من أهم اللقاءات السنوية في القطاع الصحي في إمارة دبي وفي المنطقة، في تجمع كبير يعني من خلال هذا المنتدى لأهم العقول البشرية وأهم المواضيع اللي بتطرح في القطاع الصحي. فخلنا نتكلم في البداية عن أهمية هذا المنتدى في ظل التطلعات والتطور المتسارع اللي يشهده القطاع الطبي في دبي. أعطيك شوية تاريخ.
في سنة 2017 العام تشرف المنتدى. مو وايد تاريخ اليوم التاريخ يمضي بسرعة صحيح. سنة بعيد ايه سنة وايد اشياء تصير فيها خاصة 2017 ما شاء الله شفنا وايد احداث. تفضل دكتور. تشرف المنتدى في نسخته الأولى في عام 2017 بحضور سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني بحضور سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. وكان مثل ما ذكرت في نسخته الأولى، فكان أيضا الإبهار أو الإعجاب اللي حصل عليه هذا المنتدى من ناحية الحضور، ما يقارب 1000 شخص حضروا المؤتمر. كان له شقين، شق أول هو المؤتمر بحد ذاته، والشق الثاني كانت حديقة التكنولوجيا. فالحمد لله جتنا ردود أفعال طيبة، استمعنا لكثير من الناس وللحضور وللجان القائمة كانت على العمل في هاك الوقت. والآن جيناكم بنسختنا الجديدة في 2018، وبإذن الله نحقق نفس اللي حققناه في 2017 أو ما كان أكثر من ناحية نفس المؤتمر بشقيه المؤتمر والمعرض. بصراحة الفريق القائم على المواد اللي بتعرض أو المعرض أو أوراق العمل صراحة قام بفعل جبار باختيار المتحدثين. 35 متحدث من أكثر من 20 دولة بيتحدثون على 7 محاور على مدى اليومين. نتمنى استمتاعهم بالدرجة الأولى بالمواد الشيقة التي ستعرض، وأيضا بأفكارهم وأراءهم. اليوم تعرف الواحد لما يحضر مؤتمر ما يحب بس يشوف ويطلع، لا يحب يحضر ويتكلم ويناقش العقول اللي موجودة. فكثير من العقول ما تكون موجودة معنا على المدى اليومين يمكن عقول ما بتحصل لنا نشوفها مرة ثانية. فهذه فرصة للقطاع الطبي الحكومي والخاص لحضور هذا المؤتمر. صحيح دكتور محمد، في فعالية مصاحبة بتكون المؤتمر اسمه مركز الابتكار، فممكن تعطينا نبذة شو بيكون فيها؟ هل هي مشابهة لحديقة التكنولوجيا اللي كانت السنة اللي طافت؟ مقاربة كثير، لكن بأفكار جديدة بحلة جديدة. تكلمون عن الذكاء الاصطناعي، تكلمون عن النانو تكنولوجي، الجينوم وإلى آخره. ما أبغي أتكلم وايد عن الأفكار لأن أتمنى الحضور صراحة هم مليون، وبإذن الله هم يكونون سفراءنا لهذا. وفي كل الأحوال إذا ما تكلمنا يعني ما بيكون مثل ما الواحد يشوف على أرض الواقع. صحيح. بس الذكاء الاصطناعي والابتكار وكل هذه الأمور التكنولوجية دائما يعني ما نشاهد هنالك الكثير من الأشياء اللي يعني متسارعة جدا. اختياماني في عملية الثورة التكنولوجية في القطاع الصحي، فخلنا نتكلم عن الأشياء اللي ممكن الواحد يشوفها في مجال تقنية المعلومات والتكنولوجيا والابتكار. حقيقة هل يعني أنا أعتبرها قمة استثنائية للحضور من الأطباء والعاملين في مجال القطاع الصحي. طبعا من أحد المحاور اللي هي مثل ما تفضل الدكتور محمد، هو 7 محاور من المحاور التكنولوجيا وابتكار في مجال الصحي. وطبعا يكون فيها في يعني يكون الحلقات النقاش والمحاضرات فيما يخص تقنيات النانو، علوم النانو والجينوم الصحية الرقمية وسجلات الطبية وإنترنت الأشياء والذكاء الصناعي. طبعا هاي التوجهات الإنترنت الأشياء أو إنترنت كل شيء حين يعني ممكن نحن نقول، وذكاء صناعي هذا ترند عالمي. صح. ليس فقط في مجال الطبي، في كل المجالات. طبعا في مجال الطبي الاستخدامات في للتقنيات أصبح يعني ملازم للطبيب لتحسين الخدمات وتحسين الكواليتي المقدمة جودة الخدمات. جميل. نحن يعني منذكر بس بانطلاقة المنتدى، متى بينطلق وكم يوم وين؟ تعطونا هاي المعلومات؟ يوم 15 و16 إن شاء الله في مدينة جميرة. على مدى اليومين 18 دولة مشاركة، 35 متحدث. ممتاز. أكثر من 20 محاضرة. ممتاز جدا. الدعوة عامة تاني بسأل ما برد حد جاي من صوبكم وخصم النور دبي، ما برد حد. في تسجيل أونلاين. في تسجيل أونلاين ممكن، وممكن حتى أون سايت بعد ممكن، أو من موقع المنتدى اللي حاب
يحضر بعد المجال مفتوح قدامكم لحضور هذا المنتدى مثل ما ذكروا الأخوان أن هنالك الكثير من المواضيع. نحن ما نطرح المواضيع الأخرى والنقاط الأخرى الخاصة بهذا المنتدى وما نركز على بعض المواضيع اللي سوف تطرح في هذا المنتدى، لكن ما نطلع فاصل قصير وما نرجع. بس قبل الفاصل نذكر بأرقام التواصل معنا على 600-551-1414 ورسائل النصية على 4006 ولايف على نور دبي وهيئة الصحة في دبي على انستغرام. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل على 600-551-1414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي وهيئة الصحة بتبيع على الانستغرام. أذكركم بموضوعنا اليوم، نتكلم عن منتدى دبي الصحي اللي تنطلق أعماله غدا وبعد غدا إن شاء الله في مدينة جميرة. فهذه دعوة للجميع لحضور هذا الحدث العالمي اللي في عدد كبير من الدول وعدد كبير من المتحدثين فيه وفي عدد من الورش وبعض الأشياء الجميلة في القطاع الطبي. معنا في الاستوديو دكتور محمد الرضا والأستاذ أماني الجسمي. دكتور محمد الرضا، ذكر كم دولة وكم عدد 35 متحدث و 18 دولة. صحيح. كنت مركز مع دكتور. لا أنا أبغى يعني أعرف أن ذاكرتك قوية ما شاء الله. أختي أماني، قبل الفاصل ذكرنا أن في 7 محاور موجودة في المنتدى، فممكن تعطينا شو هذه المحاور اللي موجودة في المنتدى وممكن ليش اخترتوا هالمحاور 7؟ حقيقة هالمحاور تم اختارها بهي يعني يتركز على الترند أو الأشياء التحديات الموجودة في مجال القطاع الطبي. فمن أهم المحاور طبعا 7 المحاور، المحور الأول تكنولوجيا وابتكار في مجال الطبي، طبعا مثل ما قلنا يتكلم عن علم الجينات والسجلات الطبية والأشياء والذكاء الصناعي. المحور الثاني طاقة وصحة البيئة المستدامة، يتكلم هنا عن التلوث ومؤشر نوعية الهواء ومشاكل في الديزاستر ريكفري والكوارث الكوارث. المحور الثالث اقتصاديات المستدامة في الصحة، نتكلم هنا عن المسار الحالي في الإنفاق اللي في الرعاية الصحية والتكاليف المرتفعة وكيف ممكن تم تمويل الرعاية الصحية شاملة بطريقة يعني مستدامة. وطبعا في يكون نقاش عن نماذج عالمية يتم طرحها في المنتدى. المحور الثالث الرابع صحة الأسرة ورفاهية المجتمع، طبعا هذا يتواءم مع استراتيجية هيئة صحة الهيئة صحة دبي، نتكلم عن نمط المعيشة والأمراض، وطبعا نتكلم نركز على 3 الأمراض المزمنة في الإمارات اللي هي سرطان والأمراض القلب والسكري والأمراض المعدية وصحة الأطفال والمرأة والصحة والتغذية والنظام الغذائي. أيضا المحور الآخر عندنا عن شباب ورعاية الصحية، نتكلم عن استثمار في الجيل القادم، تمكين الشباب مثل الأطباء الجيل القادم. المجلس نتكلم عن المجلس الطبي للشباب، عن تنمية القائمة على المجتمع وعلى الشباب وتنمية في كيف ممكن نركز على المدارس والجامعات وتعريف بأعمال الشباب وكيف ممكن نهتم بصحة الشباب. العقبة طبعا في عن رأس المال البشري في الصحة، نتكلم عن تحقيق المساواة من خلال تركيز استراتيجي بناء القدرات في القطاع الصحي، يعني دعم دعم المرأة في مجال الصحي والتفاوت يعني تقليل التفاوت بين الجنسين، توسيع فرص التعليم في مجال الرعاية الصحية، برنامج التعليم الصحي، تقليل التفاوت بين الجنسين. انتوا ماخذين نصيب الأسد في الرعاية الصحية. يستاهلون طال عمرك. ها اشكر دكتور محمد، انت دائما مؤازر دائما. لا هو دكتور انت كم ادارتك كلها حريم اصلا. جزاهم الله خير لذلك اداره متميزه. لا هو من طور. شكرا. مروح على مستوى الدكاتره، مروح على مستوى يعني كل شيء ما شاء الله. حتى بقسمكم محمود كم ريال؟ 5 وما شاء الله 25 حرمه. لا انا عندي بالانس الصراحه. انت بقسمك الصغير. في قسمي عندي بالانس. فيعني تعتبر تبين نموذج. انا ابغي اتكلم. ليش؟ لان هي القضيه عالميا قد يكون هنالك، لكن الحمد لله عندنا في الامارات اعتقد ان يعني في نموذج
اي كنموذج يحتذى في تمكين المرأة. وبالعكس الآن إذا عندنا وزير يعني وزيرة للسعادة امرأة 50% يعني وصلنا في مجلس الوزراء 50% من المجلس الوطني مجلس الوزراء ما وصلنا 50% أعتقد وصلنا أظني كان الشيخ محمد الله يطول في عمره كان أعتقد يسعى إلى 70% من مجلس الوزراء يكون من النساء. طبعا احنا محظوظين يعني في دولة الامارات في تمكين المرأة وفي هالمجال خصوصا حتى في مجال الطبي. والمرأة في النهاية تمشي مع الرجل يعني طبعا اثنيناتنا نكمل بعض اكيد. نصف المجتمع ولدت المجتمع والنصف الاخر. احنا نصف المجتمع بروحنا ونتحكم في النصف الاخر. 100% من المجتمع. كل المجتمع يعني. اشكرك يا محمود. اخر محور طبعا بنتكلم عن المباني الصحية خضراء وآمنة، بنتكلم عن نماذج استدامة لتوفير رفاهية للمرضى، استخدام نظم المعلومات الحديثة في المنشآت، في الخدمة الصحية، برامج الصحة والسلامة المؤسسية، دمج الصحة والحماية وتعزيز الصحة، وطبعا اكتشاف آفاق مهنية ناشئة جديدة في مجال الطب. جميل، إذن هذه المحاور السبعة بشكل عام. ولكن أنا يعني دكتور يمكن تكلمنا عن المرأة شوية بدعابة، ولكن هي المسألة أن هنالك نموذج يحتذى به في تمكين المرأة. ختماني تكلمت عن مجلس عن تمكين الشباب، فنحن عندنا أيضا مجلس الشباب في هيئة الصحة كذلك، فأبغي أتحدث عن هذا المحور، محور الشباب، ليش اخترتوه من خلال المحاور هذه اللي تطرح ضمن منتدى دبي الصحي؟ طال عمرك مجلس الطبي للشباب هو مجلس جديد حديث نشأ في هيئة الصحة بدبي، من شاء ما يقارب شهر تقريبا، في 20 شخصية من الشباب المواطن اللي هم يعتبرون الجيل المستقبل. طيب نحن دائما نتكلم عن جيل المستقبل ونحطهم في مجلس ونقولهم عطونا أفكاركم. اليوم المنظومة اختلفت، نحن نجيب الشباب هذول ندخلهم في سوق العمل مثل ما يقولون في هيئة الصحة، لأن تعرف لما يحضر اجتماع أو يحضر معنا مناقشة وكذا ويعطينا بالأفكار هذه الجديدة الحديثة اللي عندهم، هم شو قاعدين يسوون؟ قاعدين يعني نعطيهم الفرصة بأنهم يتخذون قرارات لمستقبلهم ولصحتهم. خير عبو بلايستيشن. لا 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 الشباب اللي شفتهم يعني لازم تشوفهم أخ محمود، من الشباب اللي الصراحة الواحد يفتخر بهم. صحيح. أفكار نيرة، open minded، جايين بعقليات منفتحة جدا. صحيح. منفتحة على الماضي والحاضر والمستقبل. صحيح. أيضا أكيد. فإذا هم اليوم يشوفون شيء في المستقبل خلنا نطبقه اليوم بالضبط، بدل ما نحن الشياب يعني ونتحكم في صحتهم ومستقبل. أماني شاب ترى، لا ما تضحك، تتكلم عن وايد أرخص عنه، وايد أصغر عنه، أصغر عنه. ف أظن نفس عمر الدكتور 20 سنة فرق بيننا ترى، أنا وأنت وبين الدكاترة الحريم دائما لنصغرهم. سبحان الله. فطال عمرك إذا هم جايين اليوم بطريقة إن حابين يتمكنون بالمستقبل، بالتالي فيجب أنهم هم يتخذون قرارات معانا ويدخلون معانا. أكيد أكيد صحيح. دكتور محمد، كيف يتم اختيار اللي بيكونون معكم مجلس الشباب؟ كيف يتم اختيارهم؟ هل في معايير معينة موجودة؟ وشو تأملون من الأعضاء الموجودين معاكم في مجلس الشباب؟ شو المخرجات اللي تبون تطلعون فيها من مجلس الشباب؟ أصيغ السؤال بشكل ثاني. طبعا. ممكن تشارك دكتورة ندى في مجلس الشباب؟ أنا طوّق. أنا طوّق. أصغر من السن القانونية للمشاركة في مجلس الشباب. يا سلام دكتور. يمكن بعد 5 سنوات ممكن نأخذ الأبليكيشن. جميل. طيب أنا يمكن من حين هذا السؤال دكتورة لبكرة بيكون معانا إن شاء الله بنجيب أحد الإخوان اللي ممكن يحدثنا عن مجلس الشباب بشكل مفصل، ولكن نبغي نطرح المواضيع الأخرى اللي الضيوف معانا في المنتدى بيطرحون. روحونا دكتورة، من ضمنها ذكرتي محور نظم المعلومات الحديثة. أيوة طبعا أنا بدير جلسة مع يعني خبير في هذا المجال، نتحدث عن maximizing the impact of a new technology in health، يعني الاستخدام الأمثل للتقنيات في مجال الطبي. ممتاز. طبعا في هالمحور احنا بحاول اني انا احاور الضيف في مجال كيف ممكن ناخذ الديسيجن، يعني هل نطبق كل التقنيات، هل نطبق كل التقنيات، ولكن ما افضل التقنيات وعلى مدى الطويل، وكيف نقنع الأطباء في إن يعني
يستخدمون التقنيات ويتقبلون التقنيات الجديدة. وطبعا مع أي تقنية بيكون هناك ريسك، هناك بيكون يعني خطورة معنا. إلى أي مدى ممكن إحنا نتقبل أن الريسك استخدام تقنية؟ طبعا أهم المجالات اللي إحنا بنستخدم التقنيات فيها لتقليل أخطاء الطبية، فبنركز أيضا في هذا المجال. طيب، في من التقنيات الجديدة اللي أتكلم عنها تقنيات النانو. ها دكتور، ها المستقبل في الطب واحد من التقنيات الجديدة اللي يمكن احنا ما سمعنا عنها بشكل مكثف، نبغى نعرف شو هي تقنيات النانو. طبعا النانو كتعريفي من الخوارزميات الحسابية اللي وصل إليها العلم حاليا. تذكر قبل كان عندنا مايكرو، عقب نزلنا ونزلنا ونزلنا وحاليا وصلنا إلى النانو. فالنانو تكنولوجي تقنية جدا واعدة، بحيث أنها تدخل في الخلية نفسها وفي النواة نفسها وتقدر تعدل في هذه الجزيئة من الخلية. طيب الاستفادة منها في الصحة شقين، إما أنك أنت تعالج الخلية على هذا المستوى، أو أنك أنت تمنع حدوث المرض أصلا، أو تقدر أنك أنت تداويها بالتي كانت هي الداو، بحيث أنك أنت ممكن على هالمستوى من الخلية تدخل نوع من الفيروس. وأنا عارف أن كلنا نعرف فيروس كمرض، لا صح. اليوم تستخدم دخول الفيروس على هذا المستوى للعلاج وللوقاية. هاي محتاجة شوية تفسير لعقلي الصغير الذي بالعكس بالعكس عشان يعني المستمع اللي ممكن ما يكون له خلفية طبية أبدا فيعرف شو كيف بالضبط تتم عملية النانو، شو اللي يستوي على مستوى الخلية. هي نوع من الهندسة التقنية اللي تستوي على هذا المستوى، هو الذكاء اللي مستوي أو الابتكار اللي مستوي أنك تدخل للخلية على هذا المستوى الدقيق جدا جدا جدا، بحيث أنك يا تعالج أو تقي من وقوع المرض. جميل، هذا بيشوفونه في المنتدى؟ بنتكلم عنه في أحد المحاور، أحد المحاضرات بإذن الله. طبعا صعب أنك أنت تشوفه لأن هذا محتاج إلى مختبرات معقمة ونظيفة أكيد. بطريقة عالية الدقة، لكن بإذن الله ما في شيء بعيد. بتكون جلسة يعني حوارية تطرح هذا هذه التقنيات، اللي حاب يتعرف عليها أكثر ممكن أنه يزورنا في المنتدى ويطلع على جدول الأعمال، وأيضا في ويب سايت كذلك خاص بالمنتدى وفي حسابات الهيئة بتشوفون كل التفاصيل الخاصة بهذا المنتدى. دكتور محمد، أنت قلتنا عن في متحدثين تقريبا 18 متحدث بيكون موجود، 35 متحدث من 18 دولة، فممكن تعطينا أبرز المتحدثين اللي بيكونوا متواجدين وشو وزنهم بالنسبة لمنتدى دبي الصحي؟ الدكتورة ندى الملا إن شاء الله تستاهل انا بديك تغطيه بكم السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله تستاهل، والله المحدثين كثر، يعني ما ابغي اعمل زوم على محدث او متحدث او اخر، لكن كلهم تم اختيارهم بدقه عاليه بحيث ان مواضيعهم هي الابرز، هي عالميا بالضبط عالميا شركات عالميه، يعني ما يعني طبعا كاريزما المتحدث دائما تاثر صحيح. لكن في هذا المنتدى حابين نحن نختار المواضيع المهمة والأبرز حاليا، لأن حتى لو كان المتحدث شوية يعني مو بهاك الكلام بس موضوعه مهم، بغينا الأهمية أو ترجح الكف لأهمية الموضوع نفسه. لا بس هم عموما المتحدثين يعني من كبار الشخصيات عالميا، يعني في مجال الصحة والرعاية صحيح. الصحية بشكل عام صح العامة. هني أنا أبغي أتطرق إلى المعرض المصاحب، شو سميه هو، بتكون مركز حديقة الابتكار. مركز الابتكار، مركز الابتكار. فأماني تخبريني عن الأشياء اللي عارضينها أنتوا في مركز الابتكار والشغلات اللي ممكن يطلعون عليها الجمهور من خلال زيارتهم لمنتدى دبي الصحي الثاني اللي يعقد في مدينة جميرة إن شاء الله بكرة وبعده. طبعا في بعض التقنيات اللي بيتم عرضها مش يعني تقنيات موجودة في السوق، سوف يطرح في السوق، فهي يكون مجال ان what is coming في التكنولوجيا. بيكون التركيز مثل ما احنا قلنا في الانترنت الاشياء، وبتكون في الذكاء الصناعي، وكيف ممكن الذكاء الصناعي يساعد المرضى في يعني كتحسين أدائهم صحيح. يعني على سبيل المثال بيكون عندنا متحدثة هي ما تشوف بتتكلم عن كيف ممكن التقنيات ممكن تساعدها في حياتها في ممتاز. فهني بيكون بيدخل في الانترنت الثينجز والتقنية
الذكاء الاصطناعي. فيعني انا اشجع المستمعين ان يروحون الويب سايت ويشوفون السيشنز ويختارون السيشنز اللي يتناسب مع يعني اهتماماتهم. انا ما ابغيها تقول كل شيء. يبغى يحمس الناس. لا ابغى اسالك دكتور شو بتضيف على كلامه. قول. والله طول العمر انا بتكلم عن العام شو شفت وشو طبقنا. يعني الخدمانه هي تتكلم عن الاشياء اللي ممتاز ما طرحت في السوق العام ممتاز. في 2017 شفنا اشياء كثيره ما طرحت في السوق. صحيح. بس اليوم نشوفها على ارض الواقع موجوده. صحيح. في هيئة مثل شو الطباعه الثلاثيه الابعاد. صحيح. يعني من 2017 الى اليوم الحمد لله تم طباعه ما يقارب 5000 مطبوعه في قسم الاسنان في هيئه الصحه بدبي. حلو. هاي الاشياء الواحد يفتخر بها ان شيء فكره بسيطه عرضت كتقنيه لم تدخل الماركت او لم تدخل السوق وكانت هيئه الصحه من اول من تبناها او اماره دبي كانت من اول من يتبناها بحيث انها تدخل في خط الخدمه. ممتاز. دكتور محمد طبعا الحين الترند بعد واستخدام الذكاء الصناعي في مجال الطب, وين رؤيتك انت بما انك انت خبير في الموضوع, الذكاء الصناعي وين بيوصل في مجال الطب؟ شو القفزات اللي بيحققها لنا في مجال الطب بشكل عام؟ الخبره الخوارزميه عند اماني. الارغوريثم عند اماني, لكن التطبيق عند الاطباء طبعا. صحيح. شو يفيد الذكاء الاصطناعي للطبيب؟ اليوم بدل ما انا اشوف يعني الكم الهائل للعمل اللي الطبيب يدخل فيه, كثير منه ممكن يعمل يعني استحواذ من الذكاء الاصطناعي. كيف؟ انا اجيب الالجوريثم هاي او الخوارزميه المعينه هذه والله مصطلحين صعبين دكتور محمد. انا ما اعتقد حتى املاء لا العربي ولا لا هي عمليه المعادلات حسابية. يعني عباره عن معادلات حسابيه, عمليه حسابيه معقده نوعا ما تتعلم مني انا كطبيب كيف اعمل عملي. لما اعلمها هذه السكيل او هالخبره هذه اعطيها اياها, فبالتالي تقوم هذه المعادلة بعمل العمل اللي أقوم فيه أنا كطبيب وتخفف اللود علي. مثلا كمثال مباشر ورا باكر بعد يعني مستقبلي جدا, أنا علمت هذا الجهاز كيف يقوم بعملية معينة, عملية جراحية معينة, وحطيت نفس السكيل اللي عندي في هذا الجهاز. صحيح. وقام هذا الجهاز بروحه يعمل العملية, لنفترض أن العملية من غير أي تعقيدات قدر يعملها. طيب العمليات المعقدة اليوم إذا أنا بحسبها حسابيا يمكن 5%. صحيح. العمليات الغير معقدة 95%. صحيح. 95% خلي هذا الجهاز يعملها. 5% أنا بعملها. صحيح. فبالتالي أنا بدل ما أعين 10 جراحين عندي في القسم أعين لا جراحين في القسم, لأن الباجي الذكاء الاصطناعي ممكن والدقة الدقة عالية جدا مثل ما كان الجراح اللي هو علم هذا الجهاز أو إعطاه الذكاء الاصطناعي هي نفس الدقة. طبعا اليوم نحن ما ننصح ان حد يعلم جهاز وهو يقوم عن شغل بشغل. صحيح. لا أكيد. يجب تحت مراقبة تحت الطبيب اكيد الطبيب. أكيد. اكيد اليوم الذكاء الاصطناعي ما راح يستحوذ على عمل الطبيب. اطمن احنا اطمن على وضعنا نوضح النقطة, لكن الطبيب اللي ما بيستخدم الذكاء الاصطناعي اليوم يمكن وظيفته مهددة. اماني لا هو يعني طبعا لا بديل للطبيب يعني هذا شيء يعني مفروغ منه, لكن يعني احنا خلينا نقولها كذكاء صناعي اصطناعي مثلا على سبيل الناس لامراض السرطانيه. امراض السرطانيه في كثير من الابحاث في هذا المجال وبتحديد لمسار مثلا لمسار علاجي للمريض لازم الطبيب يمر على كثير من التجارب او من الريسيرش بيبرز ويحدد. فالذكاء الصناعي ممكن يساعد الطبيب في هالمجال ان ينوب عنه في البحث ونروينج اللي هي يقول تحديد المسار بطريقه فعاله وتحديد افضل الممارسات. فهذا ممكن يعني يساعد يعني هذا المجال اللي هي الواتسون اللي استخدموها في مجال الامراض السرطان الثدي. فهذا مجال من المجالات فهو يساعد الطبيب في اتخاذ في النهاية اتخاذ المسار العلاجي راجع للطبيب أكيد. لكن هذا شيء يساعده. فإحنا قلنا الطبيب عنصر مهم في رحلة العلاج, لكن هناك التقنيات والتكنولوجيا يساعده في
زيادة الافيشنسي والكواليتي عالية وعالية القرارات الطبية تقليل الأخطاء مثل ما أنت ذكرتي. وحتى ممكن أن وقت الطبيب يعني بدل ما الطبيب يتم مثل ما تفضل دكتور محمد يسوي عملية جراحية عادية مو معقدة ما فيها تعقيدات طبعا تحت إشراف الطبيب، ولكن بدل ما أجهز كادر من طبيبين أو ثلاثة في نفس العملية أخلي الذكاء الاصطناعي يقوم بها، وهالطبيبين الزيادة واحد منهم يشرف والثاني ممكن يشتغلوا على الأبحاث. طبعا الأبحاث تحتاج طبيب يعني الذكاء الاصطناعي ممكن يبحث لي عن المعلومة، ولكن ربط المعلومة بالطرق العلاج الخروج بنتيجة تنطبق على المرضى هاي يحتاج طبيب انه هو يقعد عليها، فتوقع يكون في وقت اكثر للابحاث، بالتالي اتوقع يعطي فرصة لقفزات اكبر في الطب تكون اسرع، الطبيب يكون عنده مجال اكثر يقوم بالبحث. طبعا اكيد وتظل اللمسة الانسانية، يعني ما في جهاز ممكن حتى يستحوذ عليها في العالم. نحن تكلمنا الجهاز الذكاء الاصطناعي ممكن يعمل العمل بس لكن اللمسة الانسانية والطبية ظل عند الطبيب والجراح صحيح. حيث أن هم اللي يتعاملون مع المريض في النهاية. نحن مجتمعنا يحب أن يتعامل مع شخص يسلم عليه يتلقى المشاعر الإنسانية تختلف طبعا أكيد. هذا اللي نقوله دائما نحن حتى دكتور، يعني كثير من الأمور كثير من حتى الملاحظات والشكاوى التي من قبل الجمهور أن الطبيب ما ياخذ ويعطي مع المريض صحيح. ممكن ان انت بالكلمه الطيبه بالتعاون مع المريض تحسسه ان هذا المريض جزء يعني انت مهتم فيه، وهو قد يقوم بعمله يقول له والله كذا وكذا ويصرف له الادويه، ولكن عمليه الحوار ما بين أكيد. الطبيب والمريض يعني تساعد في عمليه شفاء بشكل كبير، ويفهم ايضا اسلوب العلاج بشكل واضح بالنسبه له. نحن الطبيب لما يكون مضغوط جدا ما عنده وقت يمكن شويه تعرف يعني كلنا بشر دكتور، لكن الذكاء الاصطناعي راح يساعد انه يكون عنده وقت اكثر بحيث انه يتعامل مع المريض باريحيه ويكون عنده هل الوقت اللي يمكنه من انه أكيد. في روبوتات بعد ما شاء الله يعني تتكلم معاك انا عندي في البيت مكنسه كهربائيه ذكيه لما غير لا توقف في الباركينج وروح تمشي وتنظف، امي مو مقتنعه فيها تقول ما تعرف تنظف المكنسه القديمه المكنسه القديمه افضل بتمنشه تقول لا ما التي بنها في البيت مع انها ذكيه روحها تتحرك يعني توسخ البيت، فاعتقد هاي نوع من انواع الذكاء يعني، ولكن صحيح. بس وفرت جهد على المساعده في البيت ايضا انهم يقومون باعمال افضل واكبر وتسهيل العيال يركبون عليها احيانا يلفون عليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله وبارك الله فيكم وجزاكم كل خير مشكورين. صباح الخير، انتم منظومة محترمة، شكرا جزيلا. شكرا. طيب نحن يعني باجلنا دقيقتين أو أقل ناخذ كلمة أخيرة منكم أستاذ أمان الجسمي. طبعا أنا أشجع جميع المستمعين خصوصا في مجال الرعاية الصحية والسيرفيس بروفايدر مقدمين الخدمة في مجال من الخاص والحكومة نعم. يعني تسجيل لها المنتج لأنه يعتبر عبارة عن تجمع بين أفكار مختلفة المتحدثين من خارج الدولة، فشيء جيد أن نتعلم من الآخرين نماذج صحيح. عالمية صحيح. فيعني إن شاء الله يكون المنتدى يعني هو يومين مو بأكثر بس يكون مكثف. أنا شفت يعني البرنامج ويعني إحنا يعني أنا لي بعض المشاركات فيها شفته يعني مجال جديد ممكن مش كان متفرغ فيه وفي زخم معلومات كثيرة دكتور. مثل ما تفضلت الأخت لماني الجدول زخم جدا وغني جدا صحيح. معلومات ثرية، الفريق قام على يعني انتقاء المحاضرين، انتقاء المواضيع اللي بتعرض، ويمكن كثير من الأشياء اللي بتنطرح في 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 المؤتمر ما توجد في على النت او مش موجود عنها مكتوب عنها في الكتب، فبالتالي نشجع الحضور على اساس ان يستمتعون بهاليومين معانا في مدينه جميره يوم 15 و16 يناير ان شاء الله بتكون موجوده معاكم باكر بعد صحه وسعاده اول شيء هني وعقب اول شيء هني بعد بنيكم ان شاء الله باكر المنتدى فحنغطي لكم يا بعد على السلامه. الله يعطيك الصحه والعافيه. شكرا لكم. كان معنا في الاستوديو الاستاذه اماني الجسمي مدير اداره تقنيه المعلومات في الصحه بدبي، والدكتور محمد الرضا مدير المكتب التنظيمي في هيئة الصحة بدبي، وأيضا تغطيتنا بتكون مستمرة لمنتدى دبي الصحي لأنه هناك العديد من المواضيع اللي سوف تطرح من خلال هذا التجمع الصحي الفكري الرائد إن شاء الله. فحتى ذلك الوقت يعني نتوجه بالشكر
لميرا الاخصلي كانت معنا في التنسيق، عيسى زبيل من الاخراج، والدكتورة لدى الملة كانت معنا في التقديم كذلك. وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.